أعلن معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، إصدار الوثيقة العقارية الجديدة. نعم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلاله أن هذه الوثيقة الجديدة تحمل خصائص إلكترونية مختلفة عما كانت عليه سابقا، منها إضافة جميع البيانات الخاصة بالعقار في رمز إلكتروني بهدف مواكبة التطورات وتسهيل الخدمات. تحديث مستمر لأنظمة جهاز المساحة والتسجيل العقاري وخدماته تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتقديم أفضل الخدمات بشكل سهل للمواطنين والمقيمين، أفضى عن إطلاق وثيقة الملكية الجديدة التي تتميز بسهولة الاستخراج والحماية الأمنية الإلكترونية المتطورة. فنحاول نحن نطبق كل ما يعني يتمناه صاحب الجلالة جلالة الملك لشعبه ولمواطنينا والمقيمين على أرضه من تطور في الأمور والمعاملات اللي تخص جهاز المساحة والتسجيل العقاري وفي غيرها يعني، بس اللي خصنا نتكلم عن اللي خصنا. ولا ننسى بعد توجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء واهتمامه ومتابعته الدائمة في سبيل تحديث الأنظمة في الوزارات الحكومية ومن ضمنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري. تغيير الوثيقة اللي نتعامل فيها الآن اللي هي الدفتر إلى صفحة واحدة، وهذا اللي يعني اللي صاير الحين في الدول العالم، ان تصير صفحه واحده مختصره وفيها الكيو يسمونه ار كود، اللي هو يعني تحط التليفون عليه مثلا كأنك بتصور وتشوف كل المعلومات اللي انت تبي تحصل عليها. يعني الوثيقه الاوليه وثيقه جيده، وحصلنا احنا من الايزو على شهاده على ما تقوم يعني ما يقوم بالجهاز من تطور في الامور الالكترونيه. والحمد لله احنا مشينا في الامور الالكترونيه في جميع المجالات لله الحمد، وهذا بعد يعني عمل من اللي احنا الحقيقه نعتز به، ان احنا نوفر للمواطنين خدمات والمقيمين واللي يتعاملون في العقارات في البحرين خدمات إلكترونية حديثة مثل الوثيقة الجديدة. ما في شك أن اليوم لله الحمد إطلاق الوثيقة الجديدة من قبل معالي الشيخ سلمان بن عبد الله هي نقلة نوعية في أداء جهاز المساحة والتسجيل العقاري. النقلة هذه نقلة إلكترونية تواكب أحدث التطورات الإلكترونية الموجودة، ولله الحمد تقلص الفترة الزمنية في إصدار الوثائق وسرعة إنجازها والحماية الأمنية موجودة فيها، وهذا شيء يواكب العصر ويواكب التطور المطلوب في إصدار مثل هذه الوثائق. هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الوطنية للقطاع العقاري، ما يعتبر نقلة نوعية في الاتجاه الصحيح لتسريع الإنجاز والأداء، حيث سيختصر هذا التجديد الوقت، وستوفر الوثيقة المطورة نصف الوقت مقارنة بالوثيقة التقليدية. كنا أول نضطر نحن نصر خارطة وثيقة التي تتصق في وثيقة الملكية ونصر شهادة المسح. فبعد إنتاج هذه الخارطة الوثيقة الإلكترونية الجديدة راح كل المعلومات المساحية بتكون موجودة في الكيو آر كود رمز الاستجابة السريعة، راح يكون في كل المعلومات المساحية للعقار نفسه، فبالتالي هذه بيسهل علينا كثير من الإجراءات وبيخفف علينا الكثير من الضغط ويخفف علينا الكثير من الوقت المستغرق في إنتاج هذه العمليات كلها. من أهم الأشياء اللي الوثيقة الجديدة هذه عن الوثيقة السابقة أن هي أول شيء صفحة واحدة بدل ما كانت دفتر كامل. ثاني شيء عناصر الحماية اللي فيها عناصر سيكيورتي تقريبا 8 فيتشر
الأمن فيها، فلا يمكن تغليدها ولا نسخها بطريقة غير صحيحة. وثالث شيء فيها اللي هو QR كود، واللي هو جميع المعلومات المحفوظة بتكون في السيستم عندنا، فالوثيقة بتكون عند صاحب العمل بس كل المعاملات اللي عليها والأشياء القانونية، رهونات، المعلومات اللي تخصها موجودة في السيستم عندنا، فهو ممكن يوصل لها بأسهل طريقة حتى يقدر يسوي سكان من التليفون. الوثيقة الجديدة تتماشى مع آخر التطورات في القطاع العقاري العالمي، وتعتبر مملكة البحرين من الدول السباقة في هذا المجال لبناء مستقبل مشرق وطريق تطويري زاهر بسواعد وعقول أبناء الوطن. تغيير شامل في شكل الوثيقة الجديدة يواكب التطورات التكنولوجية ويتماشى مع رؤية البحرين 2030 بهدف تسهيل الخدمات والتحول الرقمي بكل احترافية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.